طبعا لا يعني بحال من الأحوال يعني إن هذا يعني بالذات لما يصبح زي ما تفضلت حضرتك وقلت اضطراب، يعني إحنا زي ما قال الدكتور عادل الاضطراب يعني أي إنسان فينا يشعر بالقلق، لكن أما إنسان يعني كيف نميزه بنات اللي الإنسان الطبيعي اللي هو يقلق ولكن قاعد ما تعرقلش، يعني أم تقلق على قرايب صغارها لكن قاعدة تقري فيهم وقاعدة مستمرة إن هي مثلا يعني تقامز وتهتم بيهم وتقوم بأعمال البيت، مثلا طالب يقلق على زي ما قال الدكتور على الدراسة ولكن هو قاعد يمشي ويدير في الامتحانات، لكن عندما يصبح الاضطراب يعني يصبح اضطراب فهني يعني تبدأ تعرق له هذه المشاعر اللي هو يشعر بها ويبدأ ما عادش يستطيع أن يقوم معها بأي عمل من أعماله، وهنا يجي لازم أن احنا يكون في تدخل أولا. طيب التدخل ماذا اللي هو الدوائي اللي هو يقوم به الطبيب النفسي وبعدين اللي هو بعد ما تستقر الحالة تبدأ يعني زي ما نقوله احنا ما نبوش نعتمد على الدواء فقط، فلازم من الجلسات اللي هو يقوم بها الأخصائي النفسي ويجي يعني احنا مش غرضنا بس انه هو الحالة تتحسن او جهاز العصبي يتنظم، احنا غرضنا انه هو يعني وهدفنا انه هو الانسان ما عادش ترجع له بانه هو اللي هو زي ما قلت لك بكري كيف نعلموه مهارات ندربوه على أشياء يبدأ بروحها يعني يتعلمها وبعدين يبدأ يقدر يحافظ. طيب على ماذا عن الاعتماد عن الذات في العلاج؟ يعني مثلا تغيير بعض الأشياء التي تسبب القلق، استخدام ألوان مريحة في البيت، روائح زكية، تجنب الأشخاص الثقلاء، ما مدى نجاعة مثل هذه الطرائق في العلاج؟ لا يعني تعتبر وسائل جيدة ووسائل يعني احنا يعني نحس بها المصابين ان هم يقوموا بها، مثلا يعني على سبيل المثال كذكر الله وسماع القرآن الكريم، يعني يعني قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم، فهني يعني ان احنا لازم نقوم بذكر الله وقراءة القرآن من اكثر ما يهدي الاعصاب وان هو يعطي يعني وهذا ما يعني يتغاض عليه الكثيرون او مثلا يعني ينسوه، وكذلك الصلاة فهي راحة نفسية لكل من قام بها، فحتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. وأيضا عندنا ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية كالمشي، المطالعة، التأمل، الرسم، فهي تجدد النشاط وطبعت البهجة للإنسان، وأيضا حتى تناول الغذاء الصحي مثل الخضروات والفواكه والألياف مما يمد الجسم بالطاقة والحيوية. شكرا جزيلا. وأيضا الرياضة